السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسوا خواتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم، حبيت نقول لك حاجة برك على فيما يتعلق في قضية بوداوي. الله يهدي صحافة الكسكروت، وهذا يرجعني باللي نقول باللي الكلام اللي كنت نقوله ونهاجم هذه الصحافة المرتزقة صحافة الكسكروت. مانيش غلط، لاعب شاب ما عندوش الخبرة طاحوا عليه وما يعرفش يهدر، وكيفاش كيفاش لاعب في منتخب وطني ما يعرفش يهدر، وكيفاش يقول بالماضي احنا اللي درنا لك اسم وكذا. لا غالب، هذا لاعب نية مخلوق غلط عادي، لاعب شاب مازال ما يعرفش، اول مرة يدير ندوة صحفية، وهذا يوريكم الوجه العنصري انت هذه الصحافة، خاصة هذا ابن الجنوب لازم تطيح عليه. الله يهدينا. هذا يرجعني للكلام اللي قلته سابقا وباللي كنت ما كنت صحيح فيه. بوداوي ان شاء الله لما يحترف، وهذا الكلام اللي قلته، بوداوي لما نشوفوه في اوروبا ويحترف، امور عديده تتغير، اللاعب يتغير، المونتاليتي العقليه تتغير، تتبدل، يدخل في جو الاحتراف. ان شاء الله لما يحترف امور حياته بعد الشخصيه وحياته الرياضيه تتبدل. اذا كفانا يا صحافه الكسكروت، يا صحافه الشتاء، عيب عليكم. هذا ابن الجزائر مهما يكون غلط ولا ما غلطش، الله غالب نية وجان جاي للدنيا، الله غالب ما يغلط عادي، ما دارش جريمة من الجرائم اللي داروها اصحاب الشيشة واصحاب الكوكايين. هذا ندوة صحفية، الله غالب قلة خبرة. نرجعوا خاوتي، الحذر وثم الحذر من مقابلة كوت ديفوار. كي نقول الحذر وثم الحذر، ليس خوفا من كوت ديفوار، باش الناس تفهمني، انا ما نخافش كوت ديفوار، رغم عندها نجوم واسماء، والله مو مخوفتني كوت ديفوار، ومش مرعبتني كوت ديفوار. اللي مخوفني هو المناجير ورئيس الاتحادية، بس كما يقول المصري، زوج اشخاص خاصة المناجير ورئيس الاتحادية، القلق الكبير منهم. وكي نقول المناجير يعني نقول الاتحادية بصفة عامة، القلق من الاتحادية والخوف من الاتحادية، لأن الاتحادية ما قدرش تريزيرفي أوتيل. يا قناة زكشي كنت تهاجموا في روراوة، لا قلتوا باللي أفشل المسير، رغم أنه روراوة خاصة لما يتعلق بالجانب التنظيمي والتسيير في المنتخب الوطني طوب. عدنا نفس اتحاديات في أوروبا من قمة التسيير، من ناحية التسيير لحقنا قمة التسيير. هذه ميساج ليكم برك يا قناة زكشي، كي نقول قناة زكشي باش الناس تفهمني، ما هاك كالعادة، لأن أنتم من 2013 وأنتم تهاجموا في روراوة، و2013 كنتوا باغيين زكشي، باش ما نهربوش، والواقع والفيديو كاين، وأنا ما خلي باك يجي وقته، باش ما نقولوش رانا نشوشوا على المنتخب، يجي وقته ونديروه، وتشوفوا وتسمعوا بصوت وصورة، من 2013 وهما باغيين زكشي، وباغيين روراوة يتنحى خلاص، في 2013. يقولوا لكم ما تشوشوش على الاتحاديه وعلى المنتخب، احنا رايحين نلعبوا كاس العالم وهما باغيين روراوة يروح. وكي لما يتكلموا على زكشي يقول لكم تشوشوا ديروا في البلبله على المنتخب، شفتوا كيفاه المتناقضتين. ما علينا، هذه هي لاشين تاع زكشي، ما علينا. اذا خوتي، اكبر خطر على المنتخب الوطني هو الارهاق. لو كانت عندنا واحد يسقسيني يقول لي واش دخل الاتحاديه، راه كانوا عايديروا لوتير ولوتير ما كانش واجد. لا احنا لعبنا مع مقابلة ثانية مع السنغال، تأهلنا، أنا نشفى في وقت روراوة، مقابلة مصر مازلنا ما لعبناهاش في القاهرة، نحكي اللي خسرنا فيها هدفين للصفر، مازلنا ما لعبناهاش. روراوة قال الوليد صادي روح ريزرفيلي في السودان في 2010. التاريخ ما يتمحاش، يلا شان تعصدشي ما يتمحاش التاريخ، باش تمحيه في 2010. قالوا يا ولدي هذا روراوة اللي قلت انتم عدو الجزائر وفرعون، وكما يقول معزوزي فرعون وزين عامر اللي قال بلي راه فرنسي مش جزائري، ما علينا ما يهمش، التاريخ ويشهد ويماركي. يا ولدي 2010 قال الوليد صادي روح للسودان ريزيرفي لنا اوتيل، حال وليد صادي مازال ما لعبناش حتى مع مصر، ممكن حتى نتأهلوا، ممكن نديروا تعادل 0-0 نتأهلوا، نخسروا بهدف لصفر نتأهلوا. بصح قال له روح، احتياط واجب. صار الاتحادية نتاعنا
لعبنا مع مقابله الاولى مع كينيا مازلنا ما تاهلناش، لعبنا مع الثانيه مع السنغال ست نقاط تاهلنا. المفروض تريزيرف يدير حساب كل الحسابات. لا حياة لمن تنادي، حياة لم انادي يا حياة، نادي لم انادي تكم، لا حياة لمن، لا غالب ما كانش. رئيس الاتحادية هو بالماضي، المناجر هو بالماضي، والمدرب هو بالماضي. ما عندنا ني اتحادية ني مناجر، عندنا بالماضي كل في الكل. الان بالماضي بسبب انه ما عندناش اوتيل، ما ريزيرفيناش اوتيل، ما عرفناش نحجزوا اوتيل، ابسط حاجه ما نقدرش نديروها. لا غير ما عندناش اتحاديه، رايح يلعب ويسافر بحوالي 150 كيلومتر يوم المقابله، وهذا انتحار في حد ذاته. علاش نقول حذاري؟ انا مش بيه حذاري كوت ديفوار نقولها ونعاودها، انا والله ما خايف، مخوفتني كوت ديفوار، بالعكس انا غينيا اللي ربحناها 3-0 مخوفتني على كوت ديفوار. الفريق اللي عنده نجوم كبار وكذا ما تخافش منه، ما تخافش منه. فرق متوسطة ممكن تخاف منها، بصح الآن أنا راني خايف صراحة، خايف. وربي يجيب يستر برك، وربي يستر، ربي يستر، لأن عامل الإرهاق هو اللي قادر يكسر المنتخب. تلعب مع حومة بسبب الإرهاق تخسر، حومة تخسر، فما بالك كوت ديفوار؟ رغم ما هيش كوت ديفوار تاع بكري، بصح تبقى كوت ديفوار. وين الاتحادية؟ ربي يجيب الخير. وين راح المناجر؟ ربي يجيب الخير. وين التسير؟ ربي يجيب الخير. ومن بعد تخرج لك لاشان تاع زاتشي، تخرج لك وتقول لك اودي زاتشي مسير ناجح. وانتم تقارنوا وشوفوا، نعطيكم حاجة، أي شخص يتكلم على الاتحادية هذه بالسوء ولا بسبب التسير على الفشل يقول لك حتى قبل. علاه روراو هذوك يسير؟ زاتشي عنده عامين ونص هو في الاتحادية، انساو روراو، تكلمونا على الفتاة تاعكم، على صاحبكم مولع لاشان تاعكم اللي تمجدوا فيه، تكلمونا على واش دار انجازاته العظيمة. من بين انجازات عظيمة لرئيس الاتحادية انه حب يهين بالماضي، حب يدير بالماضي مساعد من لألكاراز النكرة، هذه انجازات زاتشي ما تقدروش تقولوها. من بين الانجازات العظيمة لزاتشي انه بعد ما نحينا ولا قولوا الشعب اللي لح ألكاراز، انا زاتشي ما يحبش الناس اللي يكسروا له المشروع نتاعو، المشروع نتاعو لازم نطلع لي جوار تاعي ونبيعو بزنس. بعد ما نحينا الكراز، الشعب كي نقول نحينا يعني الشعب اللي نحى الكراز، الشعب كان يطلب من الماضي، بصح هو ما حبش يجيب بالماضي، ما حبش يجيب بالماضي. وهذه صفعة أخرى للناس اللي تقول باللي ماجر جاي من الفوق، ماجر ما جاش من الفوق، ماجر مشروع زاتشي. أنا مشروع زاتشي هو متمسك به لاخر نفس، لولا ضغوطات الشعب ومن بعدها الوزير تكلم والشعب، هو الشعب هو كل في الكل، هو اللي جاب الماضي. باش تعرفوا يا قناه زرشي، اي شخص ينتقد زرشي تروحوا ترجعوا الروراو، انا نقول لكم ونعاود المليار اخطاء روراو انجازات بالنسبه لزرشي. اعطيكم من الاخر، من الاخر اخطاء روراو انجازات بالنسبه لزرشي. فندق اوتيل دخر خلاص، ما قدرناش نريزيرفو، ما قدرناش نحجزو فندق باش نريزيرفي اوتيل، ما نقدرش، الله غالب ما عنديش اتحاديه. وهذا اكبر خطر، انني خايف غير من النقطه هذه، من الارهاق. 150 كيلو تدي لي جوار راح تلعب يوم المقابله، هذه شنو صارت؟ ما نقولوش مداغاشك، مداغاشك راني فوق علي، شنو يدير هذه؟ بوتسوانا ما ديرهاش، بوتسوانا ما ديرهاش، زيمبابوي ما ديرهاش، الموزمبيق ما يديرهاش. حقا ما عندناش اتحادية يا ناس، كي نقولوك وتقولوا لنا انتوما تكرهوا زاتشي، ما زاتشي هذا ما بينناش، كون بيننا باللي راه مسير ناجح، كون نقولوا باللي زاتشي مسير ناجح. فشل من ورا فشل، فشل من ورا فشل، فشل. بعد يخرج لك واحد هم خدم يخدم في لاشان تاع زاتشي يقول لكم باللي كوب دافريكا نديناها بفضل زاتشي، ها هضروا معاه حير. انا واحد كيما هذا يقول لك كوب دافريكا لو كون ندوها بفضل زاتشي، تديها بفضل زاتشي لوتيل ما عرفش يريزيرفيه، تديها بفضل زاتشي لجوار ما حب يجيبو، من بعد راح الى وراه جوار ما جبناه، كثر خيره هو اللي جاب لنا بالنصر والناس في غول ابراهيمي محرز ملحي ماندي غلام كل تقريبا اللاعبين قديورة عبيد، وخلي قائمة طويلة.
إذن مابقاش واحد يجي يقول لي بلي عندنا تلحم، ما عندناش. أنا ماشية عندنا كهيكل، عندنا مبنى مبنى رئاسة الاتحادية ولا مبنى الاتحادية الجزائري لكرة القدم بلال إبراهيم، هذه عندنا هيكل كأشخاص ولا كتسيير ما عندنا والو. عندنا بالماضي هو المدرب هو المانجر وهو رئيس الاتحادية واللاعبين، إذا داروا اللاعبين مجهودهم وهم مشكورين حتى لا قدر الله لو خسرنا ولا تقصينا من الربع النهائي مشكورين، بالماضي مشكور واللاعبين مشكورين. لا غد ما عندناش نهار يود عندنا اتحادية نذكروها، إلا باش نجح المنتخب فضل المنتخب وفضل الاتحادية، بصح ما عندناش. لا غد نكذبوا عليكم يا ناس، نجيبوا لكم حاجه من الخيال نقول لكم ها دار كانش مغالب وشي عطونا نقطه ايجابيه ما كانش، نكذبوا عليكم نقول لكم ما حاجه ما كانش نقول لكم كاين منها واحد زائد واحد نقول لكم يساوي ربعه، ما نكذبوش واحد زائد واحد يساوي اثنين. هلا غير ما عندناش اوتيل فندق باش نحجزوه، ما عندناش. كون جات اتحادي اي اتحاد من نحو روا خلاص، اي اتحادي تمشي في الطريق المستقيم برك، تعرف تعرف واش معناها تسير. المقابله الثانيه مع السنغال يتم حجز فندق سهل طول، دير اقرا الف حساب، رايح للسويس رايح للاسماعيليه رايح للقاهره رايح كذا كذا كذا، دير حسابات كامل احجز كامل الفنادق. الى تاهلت الربع النهائي تلقى الفندق هذاك، الى تاهلت نصف النهائي تلقى الفندق، وخروج تلعق لافينا تلقى الفندق في لافينا في القاهره، دير حسابات كامل. هذا هو الانسان المسير ناجح. حنا ما كان والو، حنا ما عندنا والو، ما كان والو. هنا المدرب رايح مسافر ليلة المقابلة راه يلعب 150 كيلو. الله غل الله غل. المهم يا خوتي باش ما تقولوش كيفاش بالماضي تقصى وبطريقة لاعب، لا ما تلوموش. إلا تأهلنا خير وبركة، إلا ما تأهلناش لا قدر الله لا قدر الله ما تأهلناش، ما تلومو لا جوار لا الجوار لا جمال بالماضي، ما تلومو لا اللاعبين لا جمال بالماضي. يحب يلوم يرجع يشوف الاتحادية واش راه يدير، والمناجر كي نقول مناجر معاها اتحادية كاملة هي اللي جابت المناجر هذا. إذا خوتي لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله، هذه مانيش باغيها. إلا تقصينا السبب الوحيد والأوحد هو الاتحادية، وإلا تأهلنا السبب الوحيد اللاعبين وجمال بالماضي. النقطة ورجع للسطر، وربي يجيب الخير وربي يقدرنا إن شاء الله ونربح، لأن المقابلة صعبة خاصة الظروف، وأنا كي نتحدث على الظروف ظروف كارثية. الله يهدينا، هذه اتحادية 2019، هذه الاتحادية اللي قلنا عطنا السيكون في روروا شفنا بعينينا. في الأخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.